عميق. جرح عميق ده عايز شاش وقطن ومخرخرو ده. ومش بعيد كمان نسفرها تتعالج في لندن. يلا يا بنت روحي بسرعه، روحي هات شاش وقطن ومخرخرو. مين هيحاسبني؟ انا هحاسبك يا ماشي. عندي دوا. اهدي. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمه كردي. محمود الجحش. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه، انت شكلك بنت ناس يعني وطيبه، انت ايه اللي خلاكي تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثه؟ بصراحه انا كنت بكلم في الموبايل. وبعدين كنت بكلم واحده صاحبتي. وهي كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. فبعدين قالوا لي يا فاطمه. أيوة. طفي معانا الشمع يا فاطمه. اسمعي كلامهم يا فاطمه. لسه اهو. ايوه. العربيه ولعت. حرام عليك، انا لسه ولد ما تفتحش عينيا. طب بقول لك ايه يا فاطمه؟ ايه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له ايه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب اقول لك، عيد الحادثه تاني بس اخد دفعه. انا كنت بتكلم في التليفون. كنت بكلم واحده صاحبتي. ايوه. كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. وبعدين قالوا لي يا فاطمه. ايوه. ما تطفي معانا الشمع يا فاطمه. ايوه. لسه في العربيه ولعت. عمار يا ما. طب بقول لك ايه يا بنت فاطمه؟ إيه؟ انت دخلت قلبي على فكره. ثانيه واحده. كده يبقى دخلت الشارع صح ودخلت قلب. ميرسي قوي، ربنا يخليك. عمار يا ما. الحاجة هي يا استاذ محمود، القطن والشاش والمكركرو. يا بنت كل ده يا بنت، كبرت الموضوع. اقول لك على حاجه، بتتمسح بالايد عادي اهي. وده اعمل فيه ايه؟ دخل ايه دوا. استاذ محمود، انا روحت للاسعاف قالوا لي امشي ولا من هنا ولا غرفه، ده احنا رايحين مشوار مع المطاف. بذمتك انت رحت الاسعاف؟ لا، انا وصلت لغايه رمسيس وما قدرتش اكمل. جدع يا جدع يا استاذ محمود. يا استاذ تعال يا مخيمر تعال. وديت الاكل لمرتك والاربع رجاله اللي عندي اخدوه. ربنا يسترها على الاربع رجاله دول، والله بترعب من فاكهه دي. صح عندك حق. ايه ده يا ده الراجل اللي في العربيه الثانيه بسرعه يا لهوي. يلا بينا يلا. يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا 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 يلا. ايه ده؟ ده جاي يعمل حادثه ولا يعمل كليب ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا باشا؟ ايه 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 النشاط المفاجئ اللي الواحد فيه ده؟ ايه ده؟ إيه؟ حاسس بنشاط؟ والله العظيم انا حاسس ان وزنك زاد بعد الحادثه. ايه ده؟ حادثه؟ العربيه يا نهار اسود. الله يخرب بيت. ايه ده يا؟ انت كنت راكب ده؟ انا كنت راكب عربيه، انما دي بقت بوستر. تعالى تعالى، اهدى اهدى اهدى. معلش. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش، كويس انها جت في الصاج. ما انا معيش فلوس اجيب عربيه تاني. معلش. لا حول ولا قوه. لا اله الا الله. انت ولو حابب تنام حبه نام. طب ما حدش يهمدني. ماشي، ما حدش يهمدني. ايوه عشان عربيتي. لا انا عارف الحركات دي كويس. ده انا بهديك يا حبيبي. طب يا جدعان، ما حدش يزرزروا بقى يا جدعان. ها، ما حدش يزرزروا فيها يا باشا. في ايه يا رايق؟ عادي، كله في الشنيش، اهم حاجه الصحه. في ايه؟ ايه ده؟ الواد ده طيب قوي. الله يبارك لك. انت ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ الله يبارك لك يا استاذ. هياكلوك. ما تقلق انشف. حاضر. بص شنبه عامل ازاي؟ ما بيرحمش ده والله العظيم. خلاص انشف كده. اهدى بس اهدى، انت مالك في ايه؟ اهدى ايه؟ نصب في عربيه يا جدعان. طب تعالى تعالى نصب في عربيه. طب اعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده ما تحطش في دماغك خالص. يا رب يا رب. محدش يهمد. تمام، ينعل ابو شكلك في الارض.
يا تحدي كلمك يا. انا فاهم الحركات دي. فاهم الحركات. اهو ايه اهو. تمام؟ عشان بعرف اعمل الشغل ده كويس. طب يا جدعان بعد اذنكم محاشي زرزره يا جدعان باشا. في ايه يابا؟ في ايه؟ نص رغيف كده ايه؟ ويبقى عيش وتمول. ليه؟ عشان يبقى عيش وتمول بينا وبين بعضينا يا عم. في ايه؟ وعيشك وتمولك ما قادر اكل حاجه. انا مخي ساح والله العظيم من الحادثه دي اقسم بالله. يا عم اهدى حرام عليك. في ايه؟ اهدى ايه؟ ما انا مخبوط في عربيه. اعمل لكم ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما لازم تعمل حادثه. مش راكب عربيه وانت لابس الخوذه؟ ايه؟ عمال يفرهدنا وسكتين. حرام عليك جامده قوي يا مفتري. يا عم يستاهل. ده انت مفتري. ايه عمال يعمل لي كده؟ وبعدين بتضرب في الفضيه؟ طب اضرب في المليان. والله العظيم ده وجعتنا انا. خلاص معلش 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 بس اهدى. معلش يا حبيبي. اهدى عشان مش ناقصين فرحان. والله يا عم بجد. لا حسابنا بعد العرض. معلش جت جامده. اهدى. لا تمام والله متى. ايه ايه يا عم؟ ايه يا عم يا ابني؟ ايه ايه يا ابا؟ اهدى انت بتفتري عليا انا بس. ما هو رزعك بتاع انت بس بتاعت مين اللي كان سايق العربية دي؟ الزفتة دي ازاي؟معقولة هيبتدوا البوفيه دلوقتي؟ تفتكر يعني هيفتحوا البوفيه بدري كده النهارده؟ غريبة والله العظيم. انت كنت شاربه يا بنت عشان تعملي حادثه زي دي؟ احترم نفسك واتكلم عدل يا جماعه. بليز حد يطلب البوليس. لا لا بس بس خلاص. في ايه؟ مفيش رجاله في المنطقه ولا؟ تعالى يلا هنا. تعالى واهدى كده. وانت بصي طلعها عند الست فاكهه يا بهان. وديها فين؟ وديها عند فاكهه وامرنا الى الله. ماشي يلا بسرعه. تعالي يا اختي. بس تعالى ريح انت يا باشا. تعالى ريح. مش قادر يا جماعه. اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى اهدى. اتفضل في الكرسي اهو. انت كده بتوسخه يا متخلف. معلش معلش. وحشني والله. اهدى ايه؟ اتفضل. عامل ايه؟ وجعتك جامد؟ الحمد لله. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. كل يوم الميه تقطع، كل يوم الميه تقطع. دي حاجه يا جدع تجن الجن وتعفرط العفاريت وتحنكش الحنكيش. والله كذب اللي انت بتقوله. ايه الكلام ده؟ ما انا عايز اقول لك اهو. انا عايز دلوقتي اروح الكوبانيه الميه عشان ابلغ. عايز احلق دقني وعايز استحمى وعايز اروح الشغل. خلاص روح الكوبانيه وهم يحلوها. ما انا يا ابني بقالي 7 سنين ما استحميتش. حرام عليهم. معلش روح وهم مفتريين هيحلها لك ان شاء الله. متاكد؟ ان شاء الله. انا رايح اهو. روح. عم شكشك. ايوه. الست عم تقول لك الميه جت. الميه جت. المويه جت. احتكم الامر وهستحب هستحب هستحب. مين الراجل اللي عامل دجلة الصابون ده؟ معلش معلش. ده عايز ايه الراجل ده؟ احنا عندنا شويه متخلفين في الحاره عشان الفرايتي يعني. ايوه ايه ده يا جدعان؟ انت ايه اللي خلاك تيجي تعمل حادثه هنا؟ الحادثه صح؟ العربيه يا جدعان. العربيه. ده مجنون يا ابني. ايه يا ابني؟ اهدى بس اهدى. انا نفسي افهم حاجه واحده بس. انت ايه اللي دخلك شارعنا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. انتظرونا يوميا على قناه الحياه الساعه 7. ايه يا ابني وانا جاي مع منى الشاذلي يا ابني؟ في ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا عمري ما امشي غلط يا حبيبي. انا عارف ان انا ماشي صح. واديك غلاه. اديني ايه؟ غلاه. انت لابس جزمه حمراء؟ انت فلاح يلا صح؟ وفيها ايه؟ ما الفلاح صديق الانسان. طب ما تتسائلش عليا. ما تتسائلش عليا. خد بالك ان انا الوحيد اللي بحتضنك. وبتيجي عليا. بقول لك على حاجه؟ ايه؟ تعالى نتاكد من عناصيه ونشوف لو في يافطه تانيه تعرف ان انت داخل شارعنا عاد. ساعتها هتعرف بس ان انا كنت صح وماشي مظبوط. خلاص تعالى نتوكل. يلا يا حبيبي. يلا يلا بينا يا سلام. يلا. خد تمول بقى، خد تمول بقى. ليش والله ما هاخد. يلا بينا. بالله. شوف. يا روما يا محمود يا محمود. هو راح فين؟
سابني وجري ورا الفورتيكا. فين ايام زمان؟ العموم مستنياك مستنياك يا حبيبي. انا بشوق كل العشاق. بخ ايام الاغنيه. بقول لك ايه، انا عايز حساب التوك توك، خليني امشي. روح حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب ما عمك علي اهو. هات يا عم علي حساب التوك توك. عايز حساب التوك توك؟ اه. حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب هو جاي لنا ليه مع عم علي اهو؟ يا جدعان حد يسمي نفسه محمد ويحاسبني. يا ابني المفروض انتوا اصلا ما تاخدوش حساب من الناس في التكاتك دي والله. ليه يعني؟ عشان